الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف، وبعد. طيب، إلى سؤال نسائي: باب البزاق يصيب الثوب، باب البزاق يصيب الثوب، رضي الله عنك يا مهاب، أستغفر الله على التقصير في حقك وحق الإخوة الأفاضل والأخوات، فسامحوني أنا أعتذر. قال المصنف: أخبرنا علي بن حج رضي الله عنه أرضاه، علي بن حج من الثقات الأدبة أول الجماعة، قال: حدثنا إسماعيل، تعرفون من إسماعيل؟ هو إسماعيل بن إبراهيم بن علي، كان يقول: لا أحل لأحد أن يقول إسماعيل بن علي. نعم، فكان أحمد يقول إسماعيل بن إبراهيم وإن عم على الناس. والإشكال كان الإمام الشافعي كان أفقه، يقول إسماعيل بن إبراهيم الذي يقال له ابن علي، حتى يعرف لدى المحدثين. عن حميد الطويل يروي عن أنس مباشرة، ويروي عن ثابت البناني عن أنس. طبعا قدحوا في حميد لأنه كان عريفا، فلما عمل عريفا ولبس زي الجند قدحوا فيه، وهذا كلام يعني فيه شيء من الغلو عند علماء الجرح والتعديل. عن حميد الطويل عن أنس بن مالك، ومن السبع المكثرين عن النبي الأمين، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ طرف ردائه فبصق فيه فرد بعضه على بعض. أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ طرف ردائه فبصق فيه فرد بعضه على بعض. وراه أيضا، وهذا حديث رواه البخاري أيضا، وقال: حدثنا محمد بن بشار بندار نسخة الأثبات. عن محمد قال حدثنا شعبة، محمد بن جعفر، وهو غندر صح الناس كتابا في شعبة. شعبة من المؤمنين في الحديث، قال: سمعت القاسم بن مهران من ثقات يحدث عن أبي رافع من ثقات التابعين، والحديث رواه مسلم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فلا يبزغ بين يديه، لأن الله قبل وجهه، نعم، ولا عن يمين، لأن الملك عن يمين، ولكن عن يساري أو تحت قدمي، وإلا فرزق النبي صلى الله عليه وسلم هكذا في ثوبه ودلك. هنا هذه أداب، هنا الأداب. هو أراد أن يقول أن الريق ليس نجسا، وأن البزاق ليس نجسا فينجس الثوب. وطبعا كان هذه من الأداب وأداب المزايد أيضا، بأن النبي صلى الله عليه وسلم علم المكلف إذا قام يصلي فإنه يحفظ أدبا ما هو بين يديه وبين يدي ربه جل في علاه، فلابد أن يحفظ أدبا هذا الموقف فلا يبصقن قبل وجهه. لذلك لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم النخامة في قبلة المسجد منع هذا الإمام أن يصلي بهم، وسب يعني اشتد عليه زجرا، وقال: إذا قام أحدكم يصلي فلا يبصقن قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه، ولا يبصقن عن يمينه فإن الملك عن يمينه، فلا يبصقن على يساره، وإلا فليكون في ثوبه هكذا. لما قال في ثوبه هكذا دل ذلك على طهارتها، لأنه كان نجسا لما قال في ثوبه، واستتم الصلاة، لأن تمام الصلاة ما يكون فيها بوجود البزاق النجس في الثوب، فهذه دلالة على أنه طاهر، فالبزاق يصيب الثوب وهو طاهر فلا يؤثر فيه سلبا. ولذلك قال: بسق فيه فرد بعضه على بعض، كأنه أيضا قرصه أو حته من أجل أن يزيل ما فيه. وقال: في ثوبه ودلكه، في ثوبه ودلكه، ففيها دلالة على أن إصابة البزاق للثوب لا تنجسه ولا تؤثر فيه سلبا، وإن كان في الصلاة لا يخرج من الصلاة. الفوائد المستنبطة: سعة الشريعة ما تركت شاردة ولا وريدة ولا شاذة ولا فدة إلا أتت بها. الأدب الجم بين يدي الجبار سبحانه وجل في علاه. فعل النبي تشريع، لأنه بيّن لهم كيف يفعل، وأخذ بثوبه هكذا ورده بأبي هو وأمي. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.